كذلك أيضا من الحلف والجور أن يتكلم الإنسان في شخص كعالم أو تاجر أو أي إنسان ثم يذكر مساوئه التي قد يكون معذورا فيها ولا يذكر محاسنه، هل هذا من العدل؟ يأتي إلى عالم من العلماء أخطأ في مسألة قد يكون معذورا فيها ثم ينشر هذه المسألة التي أخطأ فيها وينسى محاسن هذا العالم الذي نفع العباد بكثير من علمه، هذا لا شك أنه تطفيف وجور وظلم. إذا كنت تريد أن تقوم الشخص فلا بد أن تذكر محاسنه ومساوئه، أما إذا كنت تريد أن تتكلم على خطأ معين لتحذر الناس منه فنعم أذكر الخطأ لكن بقطع النظر عن قائله، وقل مثلا سمعنا أن بعض الناس يقول كذا وكذا وهو خطأ وتبين الخطأ. أما أن تريد أن تنشر مساوئ الآخرين دون محاسنهم فهذا ظلم وجور، ظلم وجور. كذلك أيضا بعض الناس يتكلم مثلا في واحد من التجار، هذا التاجر قد نفع الناس بتجارته بإقراض المحتاجين والصدقة عليه وبناء المساجد وأشياء كثيرة، لكن عنده معاملة أخطأ فيها في نظر هذا القائل فيذهب يسب بناء على إيش؟ بناء على هذا الخطأ الذي قد يكون هذا التاجر استند فيه على فتوى ربما يكون هو معذورا والخطأ على من قال بالخطأ لكنه معذور. فيه الآن تجار لهم خيرات كثيرة ومحاسن ونفقات وصدقات وغير ذلك من المحاسن، لكن أخطأوا في معاملة من المعاملات، وربما يكون الخطأ هذا غير واقعي ولكنه في نظر القائل والمتكلم، فيذهب بعض الناس ويضفي ظلالا على هذه المحاسن ويذهب يتكلم فيه، فلان يبيع في الربا، فلان يتحيل على الربا، فلان يقول كذا وكذا، ما هو صحيح هذا؟ العدل والميزان أن تذكر هذا وهذا.